كل ما الزنق يقول زعبولة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بتعيط ليه يا حبيب؟ مراتي بتخوني تاني يا الست دي ما بترحمش. رحت الشقة قفشتها مع السباك. هي مش كانت أول امبارح مع النجار وقلنا معلش هتلاقي الراجل بيركب السرير، دلوقتي هنقول إيه على السباك؟ بيشد السيفون؟ أنا مش عارف إيه حبها في المهن الحرة. يلا معلش ما تحطش في دماغي يا فطوطة. إيه ده؟ هو ماله الولا ده؟ مراته بتخونه كالعادة. زعلان؟ آه. ده أنا معايا تركيبة هتخليكي مبسوط تنسى أي حاجة. مراتي بتخوننا يا فطوطة. إيش يا رب؟ مراتي بتخوني. والله رحت قفشتها مع السباك. انت عارف مين السباك؟ مين؟ انا. وعارف مين النجار؟ مين؟ انا. ما كنتش بصلح السرير على فكره. ده انتوا فاتحين عضويه بقى. يا لهوي ده انت المدام مهلبيه بس انت مش فاهم. انا مش متجوز اساسا. ربنا يخليها لنا. ولا ايه يا زعبله؟ ولا ايه؟ عامل ايه؟ زعبله. افهم بقى، انت كل ما تزلق تقول زعبله. ولا هو مين؟ اخوك مسعد ان شاء الله. اهلا وانت في ايه؟ انت مش اسمك سموره؟ اه. خلاص مالكش فيه بالباقي. طالما اسم مش بناديكي صح؟ بتناديني انا صح وناسي باقي الاسامي. المهم احفظ الاسامي مره. كله في البتنجان. يلا نغني يا عم ونفرح ونتبسط، سيبك من الحزن ده. افرح وانبسط. ايوه يلا. يا حبيبي يلا يا حبيبي يلا، هغني لكم اغنيه بقى راب. يلا ماشي. اسمعني واعرف بتكلم مين. هي انا ملك الارض العظيم والدنيا دي ليا كلها، من شرقها لغربها، لكن عندي المية وعندي الهوى. إيه؟ عندي امتحان بكرة يا لا، عندي منا وعندي حسام، وفي السكة جاي لي هشام. عندي كحة عندي زكام، وهاخد كونجستال وانا انا طعم البعاد صبار والغربة ليل بهتان. يا هاني يا محمود إياك تكون حنداه، لو طالت المسافات أنا عندي عربية بسات، وهروح العين السخنة وأروح عني بالذات. يا هاني يا محمود إياك تكون ده أنا بشتغله عشان يخش. يا روما يا جماعة، انتوا قافلين الكافيه ليه؟ النور منور. زبون اهو هروح اشحطه بسرعه. افتح للزبون بسرعه. اتفضل يا استاذ اتفضل. اوعى يا قافلين الكافيه ليه؟ في حد يقفل الكافيه يا جدعان؟ صباح الفل يا فندم. صباح النور يا عم، قافلين ليه على الصبح؟ مفيش، بس الولد ده كان والدته تعبانه بس ففتحنا متاخر. لا ما الكلام ده بقى في البيت مش في الشغل. اسفين يا فندم، احنا خدامين الجزم يا فندم. ده ما اه والله فعلا احنا خدامين كل الجزم. طب هو ده مدح ولا شتيمه؟ افهم بس وارد. ده مدح بس مدح. جديد لسه نازل. ماشي 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 يا فندم. ماشي. حضرتك تشرب ايه؟ اشرب لا شويه كده. اه انت من الناس اللي بيقولوا شويه وبيفلقوا دول. عارفكم انتوا خدامين الجزم يا فندم. ايه الناس دي؟ في ايه؟ الو الو يا خالد. إيه انت سامعني؟ ايوه سامعك يا عم. بقول لك انا قدام كافيه مكتوب عليه بافلو كافيه.
بفلو؟ ايوه بيو فلو. خش يا خالد خش. يعني خش. هو ده ما تقول لي خش بدل ما نضيع رصيدي على الفاضي. جاي تقابلني في كافيه؟ اه يا عم ايه المشكله ده؟ وعمال اكلمك ما بتردش عليا. ما انا رديت في الاخر. عايز ايه؟ رديت ايه ده؟ ايه الموبايل ده؟ اه شفت الموبايل ده حلو قوي. بص تعمل كده تيجي صوره، تعمل كده تيجي صوره ثانيه، تعمل كده تيجي صوره، تعمل كده صوره تانية. بص ده جبته منين ده؟ كسبته في كيس شيبسي. يا عم بقول لك ايه، انا يلا نمشي يلا نمشي. لا نمشي فين يا عم؟ بص الكافيه حلو والله. يا عم بلاش الكافيهات دي اسعارها غاليه وانا ماليش في الدفع. مفيش الكلام ده، هنقعد هنا. مش الكافيهات دي اللي بيجي واحد ببدله بيقول لك تشرب ايه اول ما تقعد؟ اه بس اذا كان هو لابس بدله الحساب هيبقى كام؟ لا بلاش. اسمع يا عم اسمع مني انت، هنا كافيه رخيص قشطه. تعال نروح قهوه عم زقله، المشاريب برايقه. لا مفيش زقله، هنقعد. يا عم اخر مره قعدت في كافيه الراجل جاب لي المنيو. طب عدينا بافيلو وعديناها، ايه المنو ده؟ يا عم اللي هو بيبقى صفحه ابيض واسود اللي هو احنا بنقعد نلون ده. انا لقيت رسمه عجبتني قلت له هات لي دي، طلعت بيتزا. قلت له بكام البيتزا دي؟ قال لي ب 30 جنيه وانا بقى تنك قوي. برنس. قلت له هات لي البيتزا دي. قال لي اجيبها لك فاست كرافس. قلت له يا ريت، ولو في بقدونس حط مع الكرافس. المهم استمتع وانا باكل. بص مش مهم الفلوس، المهم تتكيف. قال لي تحب حضرتك اجيبها لك اطراف سوسيس؟ قلت له هات ان شاء الله اطراف صناعيه. بقول له كام الحساب؟ قال لي 300 جنيه. شفت؟ شفت كانت ب 30 جنيه حط لي شويه هبل بقت 300. لا ما احنا هنا مش هنحط حاجه بقى، احنا هنا نطلب حاجه حنينه، نطلب شاي. شاي؟ حلو الشاي رخيص ده. اه رخيص حاجه حنينه كده. بس بس نطلبه فتله. كده سعره هيزيد. لا مش هيزيد ولا حاجه، افهم بقى انت مش فاهم الموضوع. احنا هنشرب الشاي، بعد ما نشرب الشاي ناخد الفتله نعمل لك وشك نروق لك الموضوع. حلو ده، ده انت اقتصادي قوي. امال ايه؟ يلا بينا. ونحط على الشاي بقى ايه؟ نعناع. ماشي. اه وقرنفل. انا حاسس ان حادثه البيتزا هتتكرر. هو قاعد يقول لي زيك هروقك واحط لك عليه الحاجات الغريبه دي. ما تقلقش يا ابني. لا ما فيش الكلام. بص انا عندي فكره احسن. احنا الراجل ده يجي السنتيح ده اللي هو الرخم اللي بيقول لك تشربوا ايه، اول ما يجي يقول لنا كده اقول له يا ابني انت مجنون، مش شايفنا مش فاضيين وبتاع، غور في 60 داهيه. ماشي. فيغور واقول له عدي علينا بكره. بكره كتير، عدي عليه كمان ساعه، كمان ساعه. ماشي. بس احنا نستنى اي حد يعبرنا بقى ان شاء الله. حد يجي بس. صباح الخير يا فندم. بس الرخم جه. صباح الزفت عليك. تشرب ايه حضرتك يا فندم؟ ايه ده لازم اشرب يعني؟ انا لسه جاي يا ابني، انت مجنون. احنا في عشاء عمل. عشاء عمل ايه ده؟ احنا الساعه 11 الصبح. 11 الصبح. احنا مطبقين، هنتعشى دلوقتي وننام. طب يعني حضرتك تطلب ايه؟ ما ينفعش والله تقعد من غير ما تطلب. ده رخم بجد. انا اطلب يعني؟ اطلب المسؤول يا بيه. ليه حضرتك مسؤول؟ ده انا لسه، ده انا بقول لسه ما استفعتش والله. هم بيزعقوا يقولوا هات المسؤول. أيوة ده بيخاف. اروح هات المسؤول يلا يا فندم. ظلم والله العظيم. ليه مسؤول؟ ما عملتش حاجه. ده بقول حضرتك تصعب عليا. صعب عليا.